شو بكي أورمي؟ ليش عم تبكي؟ أنت اللي عم تسأليني؟ ما كنت متوقعة كل هالشي منك. أنت شو عم تقولي؟ أنا شو عملت أورمي؟ ليش عم تحكي معي بهي الطريقة؟ أجيتي مع إيشان وبعدين عملتي المراسم معه. تعرفي قديش إلي ناطرة إيشان ليجي لحتى أعمل المراسم أنا وياه؟ عن جد كنتي ناطرة؟ بس ليش؟ ليش كنتي ناطرة؟ كنت ناطرة إيشان ليجي كرمال أعمل المراسم معه. هذا أول عيد بقضيه مع إيشان صنايا. أنا لسه ما عملت المراسم، كنت مفكرة أني رح أعمل المراسم مع إيشان أول ما يرجع، بس أنتي إجيتي وبلشتي تعملي المراسم معه. ليش؟ أنتي ليش كنتي ناطرتي؟ كنتي عملتي المراسم، يعني شو رح تفرق إذا عملتيها مع إيشان أو بدونه؟ أنا مكانتي بقلبه، هي نفسها مكانتك. أنتي سمعانة حالك شو عم تقولي؟ شلون ما في فرق بيني وبينك؟ شو هو الفرق أورمي؟ يعني إيشان بيكون رفيقك ورفيقي كمان، نحنا مثل بعض، وين الفرق؟ إيشان بيكون زوجي وأنا مرته كمان، في شيء أكبر من الصداقة بيربط بيني وبينه، وهذا الشيء هو اللي بيخلي إلي حقوق على إيشان، ولازم إيشان. بس زواجك منه مجرد حبر على ورق يا أورمي، أنتو مجرد رفقات وبس، مو أنتي بنفسك قلتي لي وفهمتيني إنه ما في شي بينك وبينه بيعملكن مثل المتزوجين؟ وأنتي صح إلك حقوق على إيشان، بس هو ما إله حقوق عليكي، ما هيك؟ شو هالزواج أورمي؟ إيشان بيحبك، بس بعرف إنه أنتي يلي ما بتحبيه، وبما إنك ما بتحبيه يا رفيقتي ما في داعي إنك تتضايقي من هدول الشغلات. رؤي ماشي؟ وبالأساس ما حدا تضايق من الموجودين لأني عملت المراسم مع إيشان، وما فكروا ليش أنتي ما عملتي المراسم معه. بجوز الموجودين ما تضايقوا منك، بس أنا اللي تضايقت سانايا. بس أنتي ليش تضايقتي أورمي؟ مثل ما إيشان إلك هو إلي كمان. سانايا ليش عم تنفعلي كل هالقد؟ إيشان مستحيل يكون لحدا تاني غيري. إذا بتريدي أورمي، أنا بعرف إنه هو بيكون زوجك بالاسم وبس، اثنيناتكن مجرد رفقات، وإنتي ما بتحبي ابنه. لا سانايا، أنا بحبه لإيشان، بحبه كتير. أنا بحبه لإيشان، وزواجي منه مانو مجرد حبر على ورقه وبس، مو لحاله بحبني، وأنا بحبه كمان وكتير فوق ما بتتخيلي. ماني طالبة شي بالمقابل لأني أنا بحبه كتير. أنا كتير بحبه لإيشان.